الأخ عز الدين، مرحبا بك. مرحبا أخ نور الدين، كيف حالك؟ واش حوالك؟ الحمد واش لله بعد الأمور عام. عندكم؟ الجو عندكم كيفاش راها؟ بردت الحالة شوية ولا مازال نفس السخانة؟ نفس السنة، اليوم ربي يكون اليوم معك. رحت العاصمة، 40 درجة، 40 درجة في العاصمة. شحال راه عندكم درك الآن؟ هذا بارد الحال شوية، تكون واحد 20 25، هاي لاباس مالها. لكن في النهار قوية جدا، في النهار تحقق 45 درجة. ربي ان شاء الله يكون معكم ان شاء الله. الاخ عز الدين، واش تقولنا في الموضوع نتاع اليوم المتعلق بهذه الحرائق وهذه التسميمات ولا التسممات هذه اللي راها موجودة؟ والله بالنسبة للتسممات ما عندي حتى يعني معلومة، لأني أولا بعيد على البحر، وثانيا ما عنديش، ما لميتش فيه بالموضوع يعني، ما كان متبعتوش. لكن الحرائق مشكلة، الحرائق راهي تقريبا كل سنة تكون في مكان، كل سنة في مكان. إذا كنت جيت تشوف مثلا نعمل واحد كيشغل كرونولوجي نسميوها، تقريبا تلقى مرة في شرق بجاية، مرة في جيجل، مرة يعني تقريبا، ولا مرة كانت ساعات في بومرداس، يعني كل عام في مكان. السنة تفاجأنا يعني في خنشلة، وخنشلة ربما رحت مثل الأخ نور الدين ثم، يعني غابات يعني ما شاء الله، يعني خاصة في الجهة هذه تاع بوحمامة، وفيها كما نقول احنا مش غير غابة سوفاج، حتى فيها أشجار فواكه، فيها شوف حوايج كيما هذو، لما الثروة الغابية تحرق يعني راهي تحرق لنا في الأكباد نتاعنا، فهمني؟ كي شغل رانا نتعاقبوا، ماناش يعني شيء مؤسف، مؤسف يعني، وما كانش تعبير، ما كان تعبير واحد يعني يكون كيفاش، يعني واش نقول لك، غريب في الامر يعني. تشوف الاعلام ولا حتى صفحات الفيسبوك ولا التواصل الاجتماعي يعطي واحد التفاسير هكذا، يعني والله يعني تفاسير اغبياء يعني، والله ما عرفتش كيفاش والله يتغاداو في المجتمع، والله هذا هو المستوى تاعنا، ما عرفتش يعني. يقول لك مثلا كل ميم يقرب، ما عرفتش كيفاش خاصه الفحم، احنا نعرف بلي الفحم هذا يصنع بطرق يعني، في كيما نقولوا تنورات مغلقه مش مفتوحه، يعني يستحيل انك لما تحرق انت غابه ولا تحرق مثلا خشب في فضاء مفتوح راح ينتج لك فحم، ما راح ينتج لك رماد، مش فحم، لان كل المواد العضويه كامل تروح. لكن كل هذا احنا على بالنا باللي كل يعني لما يكون كان الحراره في كل انحاء العالم كان حرائق، هذا الشيء اللي مش عاجبنا، واللي رانا المعالجه تاع الامر هذا تاع الحرائق معالجه ماهيش تماما يعني، كما نقول احنا لا بطرق علميه، وما ما ترقاش الى يعني، مازلنا بطرق بدائيه، ويقول لك ان الشعب لازم يتهب هبه واحده ويروح بصدور عاريه، ما هوش هذا هو منطق، هذا مش منطق، مش معناتها انتحار، معناتها هي لازم 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 الدوله توفر وسائل، يعني لازم توفر وسائل، وكاين وسائل كثيرة الآن، يعني مش بالضرورة أنك لازم تملك ترسانة كبيرة، ولا تقدر مجموعة من الدرونات يعني هكذا تكون تدير دوريات حول الغابات، تشوف مثلا نقول احنا مكان فيه حرارة مع إشعارات تاع الحرارة هذيك، تعطيك الخبر مباشرة تروح للمكان تطفيها وينتهي الأمر. تشوف طرق، مازال نخدم طرق بدائية، مثلا الغابات مازالت هكذاك ماهيش مقسومه كما نقولوا احنا، ما فيهاش دي كولوار مفتوحه، مثلا لا قدر الله يصرى مثلا يقولوا حريق وحدات لما يلحق الكولوار تحبس. الغابات مازالت هكذاك عشوائيه، زراعات كما نقولوا احنا تاع الاشجار مازالت ماهيش مدروسه،
تجمعات سكانية في وسط الغابات، تشوف مثلا حتى يعني الناس مثلا نقول احنا يروحوا يديروا كومبينغ، تشوف واحد مناظر يعني واحد يخلي نار فيها وشاعلة. احنا ما نقدرش نقولوا الغابات هذه يعني شعلوها عمدا ام غير عمدا، ما عندناش يعني معطيات، لكن المعالجة تاعها معالجة ماهيش معالجة بدائية جدا، ولا بقينا كما بهذه الطريقة يعني خلال 10 سنوات راح تقريبا ما يصبحش عندنا ثروة غابية يعني. وكما نقولوا الجزائر تعتبر هي الأولى في من ناحية الثروة الغابية في البلدان تاع المغرب العربي، هذه بصفة عامة يعني. واش يقدر يقول واحد ما كانش تعبير يعني. مطلوب، وش هو المطلوب الأخ عز الدين؟ والله المطلوب شوف هو تكاثف الجهود اولا كما قلنا حنايا، هذه ماهيش ما نقدرش نديروها كما نقولوا حنايا نقولوا باللي راهي بريئه مثلا من العمليه هذه، ما نقدرش نقولوا بريئه وما نقدرش لا نساوموا لان ما منطقيين. عندكم معلومات مطيه، لكن المطلوب أخ عز الدين في هذه النقطة بالذات، هذه نتاع قضية نتاع الفحم، سمعتها أنا كم من واحد يكتب فيها في تعليقات، ما ممكن برات حتى ناس قادرين حتى يكونوا مكلفين بمهمة، تسمى يشغل اللي حابين، لما يكونوا هم يكرروا في التعليقات هذيك وتشوفها نتاع على التعليقات ناس باش يصنعوا رأي حول قضية معينة، هذا ناس باينين باللي مكلفين بمهمة. لكن خلينا جدلنا سيدي نقولوا باللي احنا قضيه نتاع فحم سيدي، من نروحوا نمشيو معاهم في الوسمو. هذا الانسان اللي يفكر هو، اصبرني برك الاخ عز الدين، اصبرني برك، هذا الانسان هذا اللي يفكر هو في القضيه هذه نتاع الفحم، هذا هو قادر يديرها في غير شهر تاع جويليه، قادر يديرها في الاشهر الاخرى، قادر هو يحرق الغابه يحرقها في جانفي ويدير هو الفحم بدون ما يظل هو يثير في الانتباه، وواحد ما يديها فيه لما انت في جون في انت يحرق شجره ولا هذيك ويدير الفحم. واش هذو راهم دوك راهم اتيين على غابه بمن فيها، تسمى هذا الانسان اللي راهو فكر في حرق الغابه في هذا الوقت بالذات، لا سيما في مناسبة نتاع 5 جويلية، لا سيما هي أنها جت بعد الانتخابات التشريعية، لا سيما جت بعد المقاطعة. هادو ناس باينين باللي معولين، ما كان حتى تفسير واحد آخر، جت بعد تاع قطع المياه، جت بعد أزمة واحدة أخرى. شوف أنا وش حبيت نقول لك يعني من هذا الكلام، حنايا انا التكوين تاعي تكوين تقني يعني. على كل حال انا مره نحكي لك يعني حكايه يعني في سياق الحديث تاع هذا اللي راك تتحدث فيه. كنا انا ندرسوا في ستاسيون تاع ستاسيون هيدرولي كبيره، لا توربين تاعها فيها واحد 4 متر ولا ما. انا سالت الاستاذ قلت له سؤال بسيط، قلت له يعني كون يطيح بنادم لهنا ويترحى يعني يكون، لان كيما نقولوا ليس هذيك اكثر من طول تاع بنادم. واش قال لي؟ عطاني واحد النظريه، هذيك النظريه هي سريه المفعول وكما هو صالحه لكل زمان ومكان. قال لي حنايا المهندسين كي نديروا عمل حتى المهبول كما نقول لي مختل العقليين كي يحب ينتحر في الاله نتاعنا ما يقدرش ينتحر فيها. نفس الشيء نفرض حنايا احنا عندنا عمل تخريبي في المقابل واش درنا حنايا للغابات حتى يكون عمل تخريبي، يعني هزوا اي دوله في العالم توقع فيها عمل تخريبي تكون المعالجه باوترومو، ما تكونش كيما راهي صار يضرب. واش حبيت نقول كلام تكون فيها سرعه التضخم، فيها الوسائل، فيها الامور اللي رانا نحكي احنا. انا قلت لك العمليه بذاتها لما تندار حنايا نقولوا معليش، نفرض جدلا انها عمليه تخريبيه سواء بايعاز من اطراف ولا مثلا عندهم اجندات ولا معليش، لكن في المقابل حنايا واش درنا؟ انا كل عام تكررنا نفس السيناريو تاع الحرق تاع الغابات هذه. معليش العام الاول تكلحنا مع وسائل، العام الثاني علاش ما جندناش الامور؟ علاش ما درنا ما كلفناش ناس دير ابحاث مثلا كيفاش يتجنبوا مثلا في حال نشوب الحرائق واش نديروا؟ هذه الامور اللي راني نتساءل فيها يعني. علاش ما ناش ندير لي بريفونز كيما قالوا بريفونتيف الوقائيه هذه اللي راني نحكيك عليها انا.
احنا على بالنا باللي معليش كما يقولوا، كما يقول النظام، احنا رانا مستهدفين وعندنا اعداء في الداخل وفي الخارج، لكن في المقابل وش هيينا، وش درنا احنا؟ ها هو السؤال مطروح. نعم، هو لما تشوف انت القضية نتاع التدخل، ما زلت تمشي بطرق بدائية، ما زلت الناس تمشي بطرق بدائية، واسمه وما حتى في القضية نتاع التسمم، لما تشوف انت كيفاش راهم يدخلوا في المرضى وناس هكذاك، يعني في يعني مستشفيات هكذا، واحد ربي تقول انت الناس هذو وش من عالم راهم عايشين. ما زالت الناس تمشي بواحد الطرق، ولما يكونوا يتكلموا لك على المقاييس الدولية، ويا خويا تقول انت هاد الناس كأنهم راهم عايشين في كوكب واحد آخر. للأسف الشديد، ما شوف انت مثلا، انت هذا واسمه الاصطاد اللي داروهم، ويعذرونا خاوتنا انتو الرياضة، ما راناش لما نتحدثوا هنا على الاصطاد، ما راناش نحسدوا فيكم على الاصطاد، والله ربي يزيدكم ان شاء الله، ديروا في كل واسمه ولاية، والله في كل بلدية ديروا ملعب من الملعب نتاع البرازيل ونتاع الأرجنتين ونتاع ما على باليش أنا، نتاع ريال مدريد ونتاع البرسا، ماذا بينا سيدي لعبوا. لكن الإنسان أنت يا صاحبي تروح تستثمر أنت في ملاعب، ومن بعد أنت ما تديرش مثلا طائرات نتاع إطفاء الحريق، شوف انت يا حفلات الناس هكذاك تطيش في المليارات هكذاك، ومن بعد انت يا شوف انت الانتخابات، انت تروح انت تستثمر اموال طائلة على مقاطعة انت انتخابات، فهمت؟ ما جبتش حتى ممثلين اللي عندهم يعني شعبية، ومن بعد انت تروح تصرف انت ما عارف قديش 1000 مليار، وما عندكش طائرات باش انت تطفي الحريق. كون نقولوا مثلا راه قال مثلا مستشفيات، وراه الناس تعالج، وراه قال مثلا درك كيفاش انت تتصرف مع هذه الاشياء اللي انت تواجهها، قال وش عليها سيدي، ما عليش، هذه كيما يقولوا في البلاد قد الصوت قد الجريمه. ولكن رانا نشوفوا دوك احنا في اشياء مناقضه تماما للخطاب، مناقضه تماما. ربي يلطف بالبلاد، هذا واش نقدر نقوله. المهم الاخ عز الدين، فيما يتعلق بالاطفاء نتاع الحرائق، ممكن انت قبل شفت قبل زعما واسمو درت واحد التعليق هكذا شفته على الصفحه نتاعك، ومن بعد نعست انايا، ما زعما نتفاعل معاهم، بعد الناس درت تعليق قريته برك على السريع، قلت باللي عندك اقتراح لاجل باش تطور قضيه نتاع الدرون، والله لا من مش هذه القبيلة. صح. انا بما انه تعرف الطائره تاع اطفاء الحرائق من ارخص الطائرات في العالم، باش تكون يعني المعلومه هذه. يعني علاه هما يحكموا لي زافيون هذوك لي زاباراي اللي راهم ديغرادي، اللي ممنوع يركبوا فيهم الناس، خلاص خلاص الاجال تاعهم كيما نقولوا. كائن من تكون طائرة هذه؟ طائرات سمع صغيرة يعني يعني، تقدر، لكن يعني تقدر طائرة نقول صغيرة مثلا تاع مثلا نقول يعني احنا يا سوسة كوبتر، ولا مش كوبتر، كاين كوبتر لكن الكوبتر لا، الكوبتر شوية ما لازم تكون تقصد ربما الطائرات السياحية هذوك، ولا هي لي باساجي تاع 24 بلاس، تاع نقول احنا حتى 60 بلاس، هذو ممنوع عندهم ديري دو في، يبقاو الموتور تاعهم صالح، يبقى كل شيء، مي الفيزيلاج تاعهم يولي فيهم، يسميه لا يقول يتوقع لهم لا فاتيك كما يقولوها، يولي خلاص يخرجهم بروتوكول باللي ما يزيدوش يطيروا يعني ما يهزوش الناس. تقدر دير فيهم بيت موديفيكاسيون كما يقولوا حنايا، ودير لهم دي ريزيرفوار كبار تاع ما، وتولي طافي بهم كما راه صاري في العالم بأسره، راهم يخدموا بالخدمه هذه يعني، مش جديده ولا اختراع ولا هذه. وحنا عندنا ان بارك لاباس به، وتقدر حتى تشري يعني، مش حتى تشري من الخارج، تشري بري رخيص يعني، باسكو هي دي غرادي، هي سي ديستيني كيما نقولوا ديموليسيون، ديمولير. هذا كحنا والكفاءات كاينه يعني، الجزائريه كاين عندنا مهندسين يعني راهم ديجا روتريتي في الافياسيون، عندنا مام حتى دي ميليتير اللي خرجوا من الميليتير يقدروا يطوعوا، نقول احنا تكون بشرط تشابوتيهم الدولة، تشري مثلا تحط لهم الاخرين،
ويديروا دي زيسي، على الاقل قال له ان بروغرام تاع عام عامين، يديروا بروغرام تاع فان اباراي ولا انفنتان ويسيو، باش ما خسر والو، ماهوش رايحين قال بار ولا والطائرات هذو يديروا السعر تاعهم كي يشريهم الواحد واجدين السعر تاعهم مقبول يعني هكذا ولا؟ مقبول السعر تاعهم، يديروا اونتر 30 حتى 45 مليون دولار كبار يعني، كما نقولوا الواحد واجدين بري الامبلوا. الواحده مي مي كنت تخدمها كيما نقولوا حنا تحكم ترينوفيها وتخدمها تموديفيها، ما تستعملش هذاك السعر، تستعملش السعر. انا قلت لك الامكانيات الجزائريه كاينه، عندنا امكانيات ما شاء الله، عندنا طاقات راهي هكذا، راهي قاعده هكذا معطله، تقدر يعني معطله، يعطيك الصحه. تقدر يعني قلت لك كان ديرو تريتي في سو سيفيل ولا ميليتير يقدروا يقوموا بالواجب. المهم الاخ عز الدين بامكانك هو انك انت توجه نداء، وجه نداء لهذا الناس. انا متاكد باللي راهم كاين الناس اللي راهم يسمعوا، وجه نداء واسمه النداء هذا كنا نديروه وحده، فهمت؟ من بعد نعاود نكوبيه نديروه وحده ونروجوا النداء هذاك على جال باش توصل الرساله لاكبر عدد ممكن من الناس وتوصل للسلطات، لعل الله يستجيب للنداء نتاعك، وان شاء الله تكون من المساهمين في اطفاء هذه الحرائق ان شاء الله، وحنا نزيدوا نديو معك شويه اجر. هو 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 العمليه يعني ماشي تاع كما نقولوا ليله وضحاها، هذه عمليه تاع برنامج تاع سنه او سنتين عمل يعني، مش لكن قلت لك يعني احنا في المستقبل، لاننا كل عام كل عام نعاني من نفس المشكل ونتساءل لماذا ما عندناش طائرات تاع اطفاء تاع حرائق كما الدول سواء الضعيفه ولا المتقدمه. ومعليش نقول احنا ما نقدروش نشتري مثلا عدة طائرات، لان مساحة الجزائر كبيرة جدا شاسعة، ما تكفيهاش حتى 30 طيارة ما تكفيهاش، على كل كنت وزعها على القطر الجزائري ما تكفيش، لان هي نقدروا نروحوا نتوجهوا الى العمل تاع الموديفيكاسيون، يعني كيما نقولوا احنا نديروا نعاود نديروا لا ميزانيفو تاع الطيارات اللي راهم فازين، مش فازين اللي راهم انتهت الصلاحية تاعهم، على كل ما يكونوش فازين باسكو مفازين ما عندهم ما دير بهم، كون منتهي الصلاح تاعهم نقدروا نديرهم دي تما نديروا دي زاتولي ولا ان سول اتولي، يقدر يعني يقولوا احنا مثلا في مكان في ايرودروم معين هكذا نقدروا نيكيبيهم، نديروا دي زيسي، احنا مش راح نخسر والو، على الاقل اذا حتى ما تنجحش الفكره راح نربحوا خبره، اي من الاخر نربحوا خبره ممكن نستعملوها في امور اخرى يعني. وندير العيط ونداء لكل المهندسين كل الخبراء اللي في المجال يشاركوا، سواء يشاركوا تطوعيا والله يديروا تتكفل بهم هيئات مثلا قال تعطي لهم ان صالير ولا كان اللي يحب يتطوع، ما كانش مشكل يعني الناس كاينه اللي راهي لو كان نص كبير راهم ديروا تريتي تسمى ممكن عندهم لا ريتريتي حم عايشين نورمالمون، حتى العكس كان بليزير هو بالنسبه لي ديستراكسيون، يروح يخدم خدمه كيما هذه تنفع الجميع. نعم، علاش الاخ عز الدين ما تفكرش باش تدير مثلا جمعيه في هذا الاطار هذا؟ شوف هو قضيه الطيران قضيه شويه شائكه، لان شوف باش تدخل في مجال الطيران لازم يكون على الاقل عندك يعني، هي لازم الجزء الاكبر هو يكون كاين جزء كبير هي وزارة الدفاع لازم تكون عندها حصة تاع الأسد سواء في القرار ولا في التصنيع يعني. باش دير جمعية هكذا يعني بدون عزولة ما تصلحش، ما تصلحش. لا لا ها باسم مع الدولة تسمى يكون فيه تعاون، تسمى أنا قصدي هو أنك أنت تدير جمعية، أو قال مثلا ما على باليش أنا، تقدر تبدأها بصفحة في الفيسبوك، صفحة خاصة بهذا المجال، وهو انه قادرين الناس اللي هما يقاسموك نفس الاهتمام، فهمت؟ يتم الترويج للصفحه هذيك وناس اللي هما يقاسموك نفس الاهتمام، فما بعد تبدا تجمع هذيك الطاقات هذيك، ربما تلقى من بعد اتصالات قادر يجيك واحد ما على باليش انا من البليده، الاخر من بومرداس، الاخر من ما على باليش انا من قسنطينه، الاخر من عنابه، واحد من سطيف، وكاين الناس اللي راهم في الخارج اللي قادرين هما
كاينين الناس اللي راهم في مجالات مختلفه قادرين يساهموا، فيما بعد يجي التواصل، هذاك تواصل، ومن بعد تروح انت للتنظيم. كي انت دوك مثلا تلقى مجموعه من الناس تقدر فيما بعد تجي فرصه انت مثلا تلقى بواحد من المسؤولين، او قال مثلا هاو مشروع دراسه نتاعو، هاي التكلفه نتاعو، قال مثلا نقدروا نطوروا مثلا في الطائرات هذو نتاع اللي راهم دركم معاطلين ولا راهم انتهت الخدمه نتاعهم، نقدروا نطوروا فيهم، نستغلوا مثلا بعض المواد اللي راهم فيهم هكذا، ونحولوها الى طائرات لاطفاء هذه الحرائق، يستقمون بسعر اقل وكذا. ولا اعتقد هو ان الناس اللي هم يخموا في البلاد هو راهم راحين يعارضوا المشروع، بالعكس راحين يشجعوه وراحين يتبنوه. صح صحيح، هو المشروع راح يكون كما نقول احنا موزع على عدة هيئات، كما قلت لك مثلا هيئة الدفاع، الصناعة، النقل الجوي، هذو كامل يشتركوا فيه. انما ما تقدرش بمعزل ديروا مثلا على كما نقولوا مشروع ديروا بمعزول، يعني لازم يكون قد. وهذا احنا المشكلة التنسيق، هذا هو الصعيب اللي عندنا، هذا هو الصعيب. ما تلقاش لازم على اعلى هيئة في السلطة هم اللي يهزوا القرار، حتى وانت تدير جمعية مثلا. الآن والله شوف نقول لك، الآن ما كانش ما أسهل من الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا التويتر، ما كانش ما أسهل من المواقع. والله كيما نقول لك، والله شوف صدقني كاينين الناس والله ما تقدر توصل لهم إلا بهذا المواقع نتاع التواصل. الآن درك شوف راه سالت غلي ما حبش، والله غلي ما حبش. تقدر شوف تفتح صفحة على الفيسبوك وتوكل على ربي برك. شوف كي تكمل منها قول بسم الله هيا توكلت على الله ويلا افتح صفحة. قال مثلا ما على باليش انا منتدى الجزائريين، اعطي لها اسم، فهمت، اعطي لها اسم هكذا منتدى الجزائريين، والله من اجلي الله معنا من اجلي اطفاء الحرائق، ويلا ودخل انا الاول نابوني، انا الاول نروج لك للصفحة عادي خلاص. وراهم كاين جزائريين اللي راهم يسمعوا فينا، انا متيقن باللي قادر درك هنا على المباشر قادر درك ناس يدخلوا، قادر درك ناس يدخلوا في الاطار هذا ويقول لك يلا توكل على ربي انا راني يلا انا اعتبرني واحد من اللي زابوني، توكل على الله برك. شوف نقول لك هكذا، ومن بعد تجي التنسيق يجي فيما بعد، يجيوا ناس كاين اللي راهم درك هما هي قضيه نتاع ثقه برك. هذا ما كاين الناس اللي دوك مثلا قال لي ثقوا فينا يدخل على المباشر طول يقول لك يلا واش حقيت توكل على ربي يلا هتفضل هنا انا. ومن بعد ان شاء الله قضيه نتاع التواصل مع السلطات انت راك موجود ثم، وكاين ناس راهم يتبعوه، كاين ناس راهم يتبعوا انت درك غدوه لما انت تقوم بدراسه نتاع موضوع وقال مثلا دير انت ايسي تكون اتصال انت قل مثلا ما على باليش انك شما مكان هكذا وين راهم حاطين الطائرات هذو، انت اضرب الموضوع هذا في الجزائر، قال مثلا راك تعرف مكان وين راهم حاطين طائرات والله هذيك يلا، ولا اتصل كاين قنوات فضائيه كاين صحفيين راهم من هنا يقدموك غيركم كاني. انا يعني نقول قلت لك توكل على ربي خاطيك، توكل على ربي برك، توكل على الله خاطيك، توصل ان شاء الله وتعي الطائره هذه نشوفوا فيها.